دوها أونلاين. يقول أهلكت مالا لبدا سبحان الله سبحان الله يقول ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين سبحان الله سبحان الله فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة سبحان الله سبحان الله ثم أولئك أصحاب الميمنة سبحان الله سبحان الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. سبحان الله سبحان الله. فسبح بها صدق الله العظيم. سبحان الله جزاك الله بہت ہی شاندار تلاوت فرما رہے تھے. لہذا خاموشی کے ساتھ میں بہت سکون اور اطمینان کے ساتھ میں آپ قرآن پاک کی تلاوت سماعت فرمائیں. شور شرابہ ہنگامہ یہ اچھی چیز نہیں ہے. قرآن کریم کی نعت کی اس وقت میں محفل ہو تو خاموشی کا ماحول بنائیں. جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. سبحان الله سبحان الله. أي أحد. سبحان الله سبحان الله. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا.
سبحان الله سبحان الله. يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. سبحان الله سبحان الله. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يتيما ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. سبحان الله سبحان الله. أولئك أصحاب الميمنة. سبحان الله سبحان الله. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. إذا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا.
شاندار تلاوت فرما رہے امروہا آن لائن.